مساء الخير والسعادة، مبروك انتقالنا حق المرحلة الثالثة، بس الله يخليكم مع تباعد ودير بالكم على نفسكم. اليوم شوي يعني مغيرة زاوية التصوير. بقول لكم شغلة، أول شيء سؤال الخميس نزل حق اللي حاب يشارك، راح أحط لكم اللينك. بعدين عندي لكم مفاجأة جدا جدا حلوة. يعطيكم العافية، اليوم نبي نسمع من البنات، لأن الموضوع له علاقة بالدورة الشهرية. شنو الأشياء اللي كنتوا تسمعونها وكنتوا تطبقونها وبعدين اكتشفتوا ان ما لها اي اساس من الصحه؟ يعني مثلا لا تسوين كذي اثناء الدوره الشهريه، مو زين حق الرحم، لا تاخذين كذي اثر على الهرمونات، لا تسوين كذي اثر عليك بعدين اذا تزوجتي وعلى الحمل. فنبي نسمع شنو الاشياء او الخرافات اللي الحين اكتشفتوا انها غير صحيحه بخصوص الدوره الشهريه. وان شاء الله راح نخصص بوست بالنسبه لي بتكلم عن 3 اشياء وايد متداوله وهي خطا ولازم نصححها بخصوص الدورة الشهرية والموانع أثناءها، يعني أشياء المفروض إحنا قايلين ما نسويها وهي عادي إن إحنا نسويها. المفاجأة بإيدي، شنو؟ مرطب ألقى كريم رد توفر بنات بعد انقطاع بنات شباب سواء. خلي أقول لكم، أنا لما انقطع فترة استخدمت هذا اللي هو الأكوارتش. الأكوارتش كان وايد مميز، حلو، قوامه مائي وكل شيء روعة، ولكن لما رد هذا توفر أنا وايد استانست. اللي سبب هذا فيه فيتامينات معينة، معادن معينة، يناسب جميع الأعمار، قوامه كذلك مائي، ترطيبه سريع، حق اللي مسوي تقشير، حق جميع أنواع البشرات. هذا يعتبر أقوى مرطب. شلون الأقوى مثلا مقشر خفيف في السكن أورين، هذا أقوى مرطب بالنسبة لي للكل. هذا ألقى كريم فظيع فظيع فظيع. فلو برشح مرطبات استخدام يومي ممكن تكررونها خلال يوم أو استخدام نهاري بعد الغسول، دائما أتكلم عن هذيل من برلمار. هذيل الاثنين لاينهم وايد عريض، ولكن هذيل الاثنين الأكوارتش وهذا، هذا الألقى. الألقى خيال. طبعا وصلني اليوم بس الله يهداهم، يعني يبي لي واحد بس. كلمتهم يقول لي بعد واحد شوية واحد. زين خل أراويكم إياه كذي يصير. تي معاه هذه شايفينها، تاخذون فيها كمية المرطب. المرطب جدا قوامه جميل. هذا لازم نسوي له زوم. اوكي شايفين كذي، انا فاتحته اليوم استخدمته. شايفين تاخذون كمية بسيطة وتطبقونها على اليد. عادي دكتور، انا بنتي عمرها 12 13 سنة. عادي عادي، انا قاعد اقول لكم يعني امن جدا. يعني ليش قارنته بسكن اورين؟ سكن اورين كمقشر صح، ولكن من كثر ما آمن للكل، جميع الأعمار، الحامل والمرضع. هذا كمرطب آمن للكل عادي. حتى قبل المرطب جدا قوامه جميل، شايفينه هذا هو. بس نقطة، ترى هذه النقطة حق كامل الوجه والرقبة. أنا اليوم مرطبة في الصبح حق كامل الوجه والرقبة، وريحته حلوة حق اللي تشكوه مثل، وخاصة المتزوجات وكذي، ريحته جدا جدا جميلة، حلوة ريحته. وفي ترطيب جدا سريع ما يدهن البشرة، يعتبر حتى كبرايمر قبل المكياج. اي نعم، تقدرون تعتبرونه كبرايمر. يقدرون يستخدمونه الشباب؟ نعم، الكل يقدر يستخدمه، فوايد سهل. يعني لما ما تحددين فئة معينة تستخدمه ويكون فيه التركيبات المهمة، وايد وايد قوي صراحة. انا بحط لكم شو الخيارين اللي ممكن نستخدمهم كمرطبات نهارية، وانا من زمان اقول لكم عنهم، الأكوارتش والألقى كريم. وانا سعيدة جدا ان الألقى رد توفر. كخطوة نهارية حق اللي وايد يسألون مثلا أنا شنو أستخدم، أنا هذا غسولي. هذا غسولي من بداية كورونا، الله يبارك. أكررها كذا مرة خلال اليوم، يعني أنا مو بس أغسل وجهي الصبح، لما أرد أحس، عرفتوا لما تشيلون الميك اب هاي ودكم تغسلون وجهكم بعد، وأساسا يعني إيدنا حتى مهما غسلناها نحس إن وجهنا لازم نغسل. هذا غسل فيه كذا مرة بالصبار وأنصح فيه وبقوة، وكذلك يناسب جميع الأعمار. يعني سواء الألقى ميزته إنه يناسب جميع الأعمار، جميع أنواع البشرات، نقطة منه تكفي لترطيب كامل الوجه والرقبة، ريحته جدا حلوة، أنا أعشقهم جدا. من الأشياء اللي استخدمتها هذه لمدة طويلة، والألقى استخدمتها لمدة طويلة بس للأسف كان منقطع، واستبدلته بالأكوارتش. الحين اثنينهم متوفرين، بس بحط لكم اللي أحبهم وايد، الغسول والألقى. هذيل هما ما أدري إذا واضحين، الحين بحط لكم إياهم صورتهم، حط عليهم هذا الألقى وهذا
الغسول، ودائما يوصلوا لي من الدواخي، بس دواء الله يدهم يبي لي واحد يبولي اكثر. انزين الحين بحط لكم عليهم الشرح. الحين يقولون مثلا الدكتور شنو نستخدم، هذا ولا هذا؟ واحد منهم. انا عشان شي كتبت لكم مرطبات نهاريه، اختيارات لمرطبات نهاريه. يعني انا لما ما كان متوفر الألقة كنت استخدم هذا، الحين توفر الألقة اخلص من هذا بقبلها شويه وابتدي بالألقة. المهم دائما انتوا يعني اذا عندكم شيء حاولوا تخلصونه. انا وايد تجيني منتجات، فانا احب اجرب اغير، عندي رف مثلا كذا منتجات للترطيب الصباحي، ابدل بينهم كذي. في بنات يسوون كذي وفي بنات يكتفون بواحد. اذا تبي تكتفون بواحد وكنتوا بين هالخيارين اختاروا واحد منهم عادي، مو شرط الاثنين تاخذونهم، او اذا انتوا تبونهم خذوهم عادي، يعني ما ينتهون بسرعه. بس هذا الألقة خطير خطير خطير. انا اقول حتى حق الامهات مثلا اللي عندها بنت مثلا تبي تعتني ببشرتها وكذي، تاخذ لها، لان اساسا تركيبته وقوامه جدا حلو، وما راح تطلع لها حبوب اذا حطيتها نقطه، نقطه الصبح ونقطه بالليل، ما تحتاج اكثر. هي ما راح تحتاج وايد اشياء بعمر صغير، تحتاج غسول ومرطب. فهذا الخيارين اليوم حطيتهم جدا روعه. خل اقول لكم برفي مال المنتجات اللي هو الترطيب الصباحي، انا احط انواع الحمايه اللي افتحها اشرحها لكم وافتحها، كنت متحمسه اني افتحها واجرب، عرفتوا؟ لان من تفتحونها يمكن 6 شهور تقعد، فاكيد يعني واحده بتخلص قبل الثانيه وكذي. فعندي كذا نوع حمايه وعندي مرطبات. طبعا من الألقة غير الألقة لما كان منقطع، طبعا اليوم الصبح وصلني شفتوني مفتوح، استخدمته اليوم الصبح قبل الميك اب، والله رهيب 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 لا تعليق، يعني فظيع، غير انه حق الكل مناسب. استخدم الاكوارتش لانه خيالي لما انقطع الألقة، اخترته لان قوامه مائي. عندي من فلاي اب الريفيتلايزنج اسنس والهايدريتنج كريم، خيال. عندكم من كرسي الاحمر اللي نزل بعرض من كرسي وبالروضه بعد بصيدي جمعيه الروضه. عندي بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على يوم ما راح اراويكم عندي رف وايد مرتبته حق منتجات النهاريه. انتم اذا انتم تحبون كذي عادي، اذا تكتفون بواحد خلاص لين تخلصون استخدموا. ليش دكتوره وايد مدحت الألقة؟ شوفوا لما اكون كدكتوره تجيني واحده مثلا تبي تقشير، صح؟ لازم اسالها حامل ولا مرضع وغيره من الامور وكذي وهذا. بس اذا ببالي شيء خفيف لها وما احاتي مثلا حالتها ولا غيره من الامور، راح يطرع على بالي على طول السكن اورين كمقشر، صح؟ لان امل حامل للمرضع تقدر تستخدمها حق الحبوب مو بس كتقشير، لان الحمل ما نقدر نستخدمها اي شيء، تقدر تستخدمها بكثير من الامور وخفيف على البشره وأعراض الجانبية أقل. فحتى الشرح المنتج حق البنت أو الشاب جدا سهل. لما هي حق ترطيب أفكر هي مسوي تقشير ولا مو مسوية، بشرة دهنية ولا مختلطة ولا مدري شنو، أفكر فأعطيها الشيء اللي يناسبها. وفي وايد منتجات تناسب البشرة بالضبط وحلوة، هذا ما حاتي بشرة دهنية ومختلطة عادي، مسوي تقشير عادي، شاب عادي، بنت عادي، مراهقة عمرها صغير تقدر ترطب فيه لأنه ترطيب. ماما ما نشتغل، قاعد تقيم المنتجات. ها ماما، ها ماما، قاعد تقرا التركيبات. ها هذا زين. قولوا لي ما لاحظت ان في شوي اختلاف مكياج العيون، اموها شويه الاسود على الاطراف وحاطه ذهبي شوي وحركات. ترى مسوي سبسكرايب حق قناة نور بعوض باليوتيوب، أي شيء تنزله طالعة، قاعد طالع من القديم والجديد، يعني قال لي شوي انت علميها ما في مثلها، بس يلا يعني ها جملوني. قولي شوي ها الزوين صار الميك اب، أموت عليها.